دي اهم حاجه عايزين ننوه ليها على الساده المشاهدين النهارده، غسيل الايدين بالميه والصابون واي نوع صابون، ولكن مع استخدام الفوط النظيفه اكيد، لان طبعا يعني ما ينفعش ان انا مثلا انشف ايدي بفوطه سالي. احنا دايما بنقول ان الفوطه اداه من الادوات الشخصيه، يعني الفوطه بتاعت احمد غير فوطه ساري غير فوطه اي حد، يعني كل واحد دي الفوطه بتاعته المفروض تبقى اداه شخصيه، لان دي من الحاجات اللي ممكن يبقى فيه تلامس بيني وبينها. في نفترض بقى دلوقتي كل الستات وهتلاقينها مش بيت حضرتك انه كلنا معانا اللي هو الحاجات الانتي بكتيريال وال انتي سيبتيك جل، ايوه الحاجات دي، دي عباره والوايبس اللي هي بتاعت المناديل المبلله، تمام، بننضف بيها، يقول لك 99% من الجراثيم بتتشال، دول ممكن يغنوا عن الميه والصابون؟ في الحقيقه اهم حاجه هي الميه والصابون، تاني باكد لان دي اللي متاحه في ايد الناس، ودي اللي متاحه لكل الناس بمنتهى البساطه، ان انا بعد ما رجعت من الشغل بغسل ايدي، طبعا. بعد ما احتكيت بناس بغسل ايدي، بعد ما كنت في اي تجمع لازم اغسل ايدي كويس قوي، قبل ما اجي اتناول الاكل لازم اغسل ايدي كويس قوي. لا سلمت بقى على حد وانا قلقانه. لا فريكوينت اغسل ايدي. طيب لو انا مش متاح ليا الميه والصابون دلوقتي ومعايا الانتي سيبتيك جل او المطهر اللي بيحتوي على الكحول ده، ممكن اعمل بيه رابنج، يعني احتكاك قوي جدا جدا، دعك للايد من جوه ومن بره وللصوابع والمعصم والصباع الكبير، كل الاماكن دي كلها، ده كده كافي وبيقي برضه لانه يقدر يقتل الفيروسات. معلش حضرتك هو ممكن يبقى بس هو داخل الموضوع، حضرتك وحياتك بتعمل كده بتوريت ازاي الايد المفروض انها تتغسل بالطريقه الصح. صحيح. ممكن نخلي الناس تشوفها بالظبط لان مش كل الناس عارفه طريقه غسل الايدين الصح. حاضر. ليها طريقه. الفكره كلها تاني بمنتهى البساطه ان احنا لما بنيجي نغسل ايدينا في اماكن ما بتتغطاش بالميه والصابون. في اماكن بننسى ان احنا او ما بنعرفش انها اتدارت، لما بنعمل كده احنا دارينا في اماكن اتدارت ما اتغسلتش، انما لما احنا نكون بنغسل ايدينا خدنا الميه والصابون وبدانا ندعك بالشكل ده، بس وانا بدعك بفتح صوابعي عشان ادعك بين الصوابع، يبقى انا دعكت السطح الداخلي وبين الصوابع، وبعدين بدعك السطح الخارجي للايد دي وارجع ادعك السطح الخارجي للايد دي، تمام، وبعدين اجيب صوابع الايد، الصوابع بتاعت الايد بتاعتي ادعك بيها باطن اليد الناحيه دي، صوابع اليد التانية أدعك بيها باطن اليد الناحية التانية، وبعدين آجي على الصباع الكبير أدعكه كويس والصباع الكبير التاني، وبختم خالص بالمعصم يمين وشمال. دي الطريقة الأمثل اللي احنا نعمل بيها هاند رابينج بالجل اللي هو الدعكة أو فرك الإيد كويس قوي بالمادة اللي بتحتوي على الكحول، أو حتى أنا بغسل إيدي بالماء والصابون، هو ده أنسب طريقة لغسيل الإيدين، ومحتاجين نعلمها للأطفال، يعني أبنائنا ومن هم صغيرين، إن موضوع غسيل الإيد بشكل متكرر قبل ما بياكل، بعد ما بيحتك بزمايله، بعد ما بيبقى في البريك، كل الحاجات دي كلها محتاجين نعلمهم يغسلوا إيديهم بشكل سليم وصحي، لأن ده الحاجة الأساسية اللي ممكن تبقى بالنسبة لنا في الوقاية من الفيروسات المختلفة زي الإنفلونزا والكورونا اللي إحنا خايفين منها وقلقانين منها.